اهلا وسهلا فيكم جديد ببرنامج كلمتين على الماشي وبحلقه جديده. اكيد كلياتكم مليتوا كورونا وبلا بلا 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 بلا. اليوم جايب لكم قصه خرافيه عن اكتشاف اول بير بالعالم، وهي القصه غيرت مفهوم الاعتماد على النفس بشكل كلي. هاي الان يروى من قصص الأدب الفرنسي قصة بعنوان البئر الأول. هي القصة هي قصة اكتشاف أول بير بالعالم بشكل سريع وبدون ما أطول عليكم. بيقولوا لك بأنه كان في قرية، وهي القرية كان فيها بحيرة، وهي البحيرة هي المصدر الوحيد المغذي للماء لأهل هالقرية هاي. المهم يا أكابر، هاي البحيرة نشفت، حملوا ضرب طريقهم أهل القرية وراحوا لعند الملك وصاروا يبكوا زيت فرام بأنه ما بقي عندهم مي أبداً، لا للشرب ولا حتى للحيوانات. على الحارك الملك يا جماعة شكل وفد من 4 وزراء وبعتهم برحلة بحث عن مياه. كل واحد فيهم راح بديرة. بعد فترة رجعوا 3 عم يخفقوا بديون، ما معهم شيء إلا واحد منهم حلف يمين من راس الفرس اللي راكبها أنه ما بيرجع لحتى يلاقي حل. وهو عم بيدور وقف الزلمة على جنب، يعني بده يرتاح، الجسم له حقه. قعد ولا مرقت مرة كبيرة بالعمر، قالت له يا ابني شو عم تساوي هون؟ قال له يا خالي القصة 1 2 3. قالت له قوم حمال ضربة ريقك وانتتر معي. والله فوتته على مغارة كلها جليد، قطعة جليد كبيرة، وقالت له نحن لما بدنا مي نجي بناخذ من هون. فرح كثير والله، حطها بهالخرج ورجع لعند الملك. طبعا لما رجع لعند الملك قطعة الجليد دابت، فات لعند الملك طلع فيها هيك، استغربوا هدول أول مرة بيشوفوا الجليد. فنط واحد منهم قال له والله هي يا سيدي إذا الله ما كذبني هاي بذرة المي. والله بالفعل إجا هالملك عطى أمر للفلاحين اللي عنده إنه يروحوا يزرعوها لحتى تطلع شجرة المي. راحوا حملوا ضرب طريقهم وحفروا، هن عم يحفروا، حطوا قطعة هالتلج، وإذ شو بصير؟ مو هي صغيرة، إدابت. بقيوا كل الليل عم يحفروا لحتى يدوروا على قطعة الجليد. تاني يوم الصبح حمل حاله هالملك وراح لحتى يشوف شو صار معهم. اطلع بقلب البير ولا لقاه معبى مي، والفلاحين المساكين ما كانوا كل الليل عم يحفروا، حطوا راسهم وناموا بس إنن وصلوا للمي يعني. فطلع بقلب البير ولقى البير كله مي، وهي واحتفلوا، برافو عليكم يا أبطال. وهي هي قصة البير الأول باختصار. طبعاً عشان ما تملوا مني، بعرف إنه طويلة، مليتوا مني، بس يعني إنه خلاص خلصت. الحكمة من القصة بتقول لا تبحث عن الثروة في أيدي الآخرين، الثروة في أرضك وتحت قدميك. الثروة يا جماعة قد ما كانت كبيرة بتدوب إن ما كانت من إنتاج عملنا. الاعتماد على الذات كمجتمع وليس كفرد هو من أفضل الحلول اللي نحن لازم نشتغل عليها بحياتنا اليومية أو بمجتمعنا، لأنه ما في حلول خارجية بدون ضرائب، يعني 50-50. وأنا ما معي $1,000,000 لحتى ساعد العالم أو لحتى طالع العالم من المخيمات أو لحتى أقدر ساعد المحتاج. ولك يا عرق عيني يا عرق عيني، أنت مو المطلوب منك $1,000,000، لك صدقني سندويشة فلافل بتقدمها بحب وإخلاص أفضل من وجبة بيقدمها الغريب، لأنه مثل ما قلت كل شيء من برا في له ضريبة. يا جماعة لازم نتعود ندور على حلول خارج الصندوق. يعني أنا شخصياً بذكر لما كنت بالغوطة، وأغلب المتابعين اللي عم يشوفوني هلأ من الغوطة بيعرفوا هذا الكلام تماماً، فقدنا المحروقات وكان سعرها غالي جداً إن انوجدت، اضطرينا نلجأ للمحروقات البلاستيك. طبعاً هي صح ما كانت حل بشكل كامل، وإنما ساعدت بشكل كبير لإعادة عصب الحياة لشوارع الغوطة. نجيب نحن البلاستيك نفرمه، البلاستيك الخربان عنا نحن بنفرمه للبلاستيك، بنسوي ناعم وبنحطه بقلب هي الحلة وبنوهد تحتها نار. طبعا النار كمان ما بنتكلف عليها، بنجيب يعني الزبالة والكذا وهيك شغلات، يعني مواد التلف. حتى على الصعيد العالمي يا جماعة يلي ساهم ببناء برلين هن النساء، وهون ظهر المسمى عندهم بامرأة الأنقاض، لأنه صاروا يشيلوا الأنقاض من الشارع نظراً لقلة عدد الرجال يلي توفوا بسبب الحرب.
الاعتماد على النفس كمجتمع يا جماعة مو كفرد هو من أفضل الحلول اللي إحنا لازم نشتغل عليها. يعني مثل ما شفتوا على الصعيد المحلي بالغوطة الشرقية اعتمدنا على حالنا وما حدا أجا ساعدنا، وحتى على الصعيد العالمي يعني مثلاً ألمانيا واليابان يلي خاضوا أقوى الحروب على مر التاريخ يعتبروا هلأ من أقوى الدول بالعالم، لا أجد أمريكا ساعدتهم ولا مجتمع دولي ولا أمم متحدة ولا أي حدا. لحتى نعتمد على أنفسنا يا جماعة الخير لازم نتعود نفكر على مستوى مجتمع، لا تساهم في عرقلة من يقدم شيء يا جماعة. رجاء 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 إذا شفتوا مثلا شخص عم يقدم أو عم يوزع 100 بطانية ما في داعي نقول له الحاجة 1000، والله الله يكتر خيرك وأنت رح تعمل مشاكل ورح تفوتنا بسين وجيم. إذا أنا حطيت بطانية وأنت حطيت بطانية بيصيروا 1000 و2000 و3، وعلى هي القاعدة بنقدر نقيس كل شيء. كيف ما كنت وين ما كنت بتقدر تساهم وبتقدر تساعد، لا في حجج ولا في أعذار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بأمان الله.